بص، هو امتياز ليك انك بتعرف تحط انطوان جريزمان في دور هو بيعرف يعمله في الاربعة تلاتة واحد اتنين، وامتياز كمان انك تخلي ليونيل ميسي يلعب تحت الاتنين مهاجمين زي ما كنت بتلعب ريكي بودي الماتش اللي فات في ماتش اتلتيكو مدريد. بس النهارده ليه سيرجيو روبرتو يلعب ناحية الشمال؟ يعني ليه روبرتو يلعب ناحية الشمال؟ ما كنت لعبت سيرجيو روبرتو ناحية اليمين وكنت نزلت ريكي بودي يلعب ناحية الشمال. لا، ما انا محتاج ان انا لما اغير الشوط التاني اطلع سميدو وارجع مكانه راجع مكانه سيرجيو روبرتو، وهغير كده وانزل راكيتيتش مكان بوسكيتس، وهو ده الروتيشن اللي احنا بنقول عليه. طب عادي، عديت لك انا الروتيشن والكلام ده. طب بالنسبه بقى ان فيدال مش شايف قدامه بقاله ماتشين ثلاثه، وكمان بيلعب قدام باك، عنده مشاكل دفاعيه كتير، وعنده مشاكل لما بيشوف سيرجيو روبرتو جوه الملعب بيبقى عارف ان سيرجيو روبرتو هياخد وقته ومكانه، فبيبقى عارف ان هو ليه وقت متاح قليل جدا علشان خاطر يظهر فيه، فبتلاقيه ان هو مقتول نفسيا قبل ما الماتش ما يبدا. هو سميدو كده من النوعيات دي، ولو مع يعني بص هو اسمينه فعلا كده، بس عادي انت بدأت بالطريقه الصح وكمان ربنا كرمك وجبت جون في اول المباراه. تمام بقى، الموضوع بالنسبه لك لازم يكون جيد جدا وانت تركب المباراه. لا، انت بتشوف ان برشلونه ثلاث خطوط جوه بعض، ما ينفعش ان انت تقول عليهم ان هم فريق واحد. خط دفاع سيء جدا، خط نص ضايع تماما ومحدش شايف قدامه، وخط هجوم بتلاقي فيه روعه وبتلاقي فيه امتاع وبتلاقي فيه نوريو في حالته المثاليه النهارده. فما تقدرش تقول عليه ان ده شغل المدرب، ما تقدرش تقول عليه ان ده شغل ممكن يكون فيه استمراريه، لان ده برده لسه منظومه الراجل الواحد رجعت زي ما هي، علشان خاطر ميسي ليه غزاله رايقه النهارده، وعلشان خاطر فياريال كان فاتح الجيم بطريقه زياده عن اللزوم وطريقه اكبر بكتير قوي من امكانيات اللعيبه الموجوده. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى استنى استنى، انا عارف ان انت داخل تقول لي هو انتوا ايه يا جدع، الفرقه عامله ماتش كويس وحرام عليكم، انتوا ليه بتحبطونا، انتوا ليه بتقولوا على الفرقه وحشه حتى هو كسبان اربعه، ده انا كسبان فياريال مركز خامس. يا استنى بالراحه، بس بالراحه، كسبانين فياريال تمام زي الفل، بس ينفع يا اسطى ان اي كره تتخطف من خط النص تلاقي ان اللعيب رايح هو تير شتيجن على طول فيس تو فيس؟ طب فين خط الدفاع؟ لا ما هو مش فاضي. طب فين خط النص؟ لا ما هو مش فاضي وعنده مشاكل كتير. طب فين سيرجيو روبرتو؟ لا ما هو مستني لما يلعب الشوط الثاني باك يمين. طب ليه ريكي بوتش ما بيلعبش من اول المباراه؟ طب ليه انسو فاتي ما بيلعبش من اول المباراه؟ يا جماعه الناس دي هي اللي هتشيل الفرقه في المستقبل، والناس دي هي اللي منتظره ان هي تاخد فرصتها، خصوصا يعني ان ريكي عامل ماتش كويس قوي قدام اتلتيكو مدريد الماتش اللي فات، وتلاقي النهارده ان انت منتظر ان الراجل يبدا بريكي. لا، هو الراجل بيبدا بسيرجيو روبرتو عادي، ما عندناش اي مشكله انك تبدا بسيرجيو نص الملعب، ده الراجل اساسا نص ملعب، بس ليه تكمل بارتورو فيدال اللي باين قوي ان هو مش شايف قدامه بقاله كتير؟ زي ما قلنا في المقدمه، ربنا كرمنا وجبنا الهدف الاول، بس يا راجل يعني ما ينفعش برضه انك اول كره تراها عليك في المباراه هي اللي تخش جون، وانك تلاقي باكو الكاسير هو اللي بيسحب الفرقه لقدام، وكمان بتلاقي ان في مساحات وشوارع كتيره قوي فاضيه، وبرضه شفت الشوارع دي فاضيه في الهجمه الثانيه اللي في ريال بيعملها اللي تير شتيجن طلعها، اللي هو الفرقه رايحه بهجمتين جابت كره جون، وكره كانت خطيره جدا قدام مرمى تير شتيجن. طب بالنسبه بقى ليه خط الهجوم وبالنسبه للفرقه الثانيه؟ لا، ما الفرقه الثانيه زي ما احنا قلنا كل قسم فيهم واقف لوحده. ليه؟ علشان خاطر ما عندناش مدرب بيربط بين الخطوط، ما عندناش لعيبه في حالة فنية ممتازة، ما عندناش لعيبة في حالة بدنية ممتازة، ما عندناش ديفندر قوي ان هو يربط الدفاع بخط النص بالهجوم، ما عندناش الكلام ده. احنا عندنا نص ملعب ضايع، ولما يكون نص ملعبك ضايع ما انتظرش اي حاجة، انتظر بس انك تلاقي شوية ابداع من اسطورة زي ليو ميسي، تلاقي منه ان هو هيفك لك كل شفرات الماتش. بس هل الكلام ده هنفضل مستمرين فيه؟ بص، هو كلام زي الفل، برشلونة عمل ماتش زي الفل النهارده، برشلونه كان عالمي وكيكي 60 كان عالمي. منتظر مني ان انا اقول لك كده؟ انا ابقى راجل كداب وان انا بقول لك كده علشان خاطر انا هحلل الماتش بالنتيجه، والماتش ما اتحللش بالنتيجه، الماتش لو اتحلل بالنتيجه لا، النتيجه قاسيه جدا على فيا ريال اللي كان واخد الماتش فتحه صدر كانت غير طبيعيه، ولقيت ان فيا ريال عنده لعيبه اسامي كبيره، عنده ناس ممكن تساعده على ان هو يلعب جيم مفتوح قدام برشلونه، بس برضه الناس الكبيره دي برضه عمرها كبير، وخط الدفاع لما تلاقي ان رولا البرو 34 سنه وداخل في 35 هتلاقي ان صعب انك تلعب جيم هجومي وانك تفتح المساحات والباكين طايرين. مع صابت باكو الكاسير فرقت مع فيا ريال جامد، ويمكن دي كانت حاجه حلوه بالنسبه لنا ان احنا الخطر اللي كان علينا كان باكو الكاسير، وكده كده سانتي كازولا مش هيكمل الماتش لحد اخره بنفس الرتم ونفس النسق العالي اللي كانوا بادئين بيه، فالماتش بالنسبه لنا سهل جدا بعد اصابه باكو. بس ليه يا معلم تعمل التغييرات اللي كان مفترض انك تبدا بيها في البدايه، تعمل تغييرات علشان خاطر تثبت ان انت راجل فشيخ وبتعرف تغير؟ اللي هو ليه يا اسطى تحط ريكي بيوش اساسا على الدكه، وليه تحط انسو فاتي على الدكه؟ تقول لي ما احنا لازم نلعب انطوان جريزمان علشان خاطر كان في ضغط اعلامي، ولد جريزمان، جريزمان لعيب جيد بس
برضه لسه. بص هو الراجل جاي جون عالمي النهارده، مش هنقعد نتكلم عليه النهارده، لان ما ينفعش تقعد تتكلم على لعيب وتقعد تفكر الناس بالحاجات اللي كان بيعملها، وتفكر الناس ان هو غير مناسب لطريقه لعبه، وتفكر الناس ان هو صفقه دعائيه، وخصوصا ان الراجل لسه جايب جون عالمي وجايب تشيب ولا اروع. فصعب جدا انك تقول للناس ان انطوان جريزمان ملوش مكان في الفرقه، وان انت محتاج ان انت تعمل حاجات كتير قوي علشان خاطر تظبط الدنيا بالنسبه لانطوان جريزمان. اما سواريز فبصراحه ربنا احنا لازم يعني لازم نبوس الراجل ده كل مره بنشوفه في الملعب، علشان خاطر لما بيغيب بنزعل قوي، وبنلاقي ان احنا هجوميا الموضوع جدا بيكون صعب جدا انك ترمي الموضوع على ميسي لوحده. حتى في وجود انطوان جريزمان سواريز بيسند الدنيا. سواريز الهدف الثاني اللي حطه ده ما يهمتوش غير سواريز، اللي هو اسال الممتنع كوره تبان لك ان هي سهله جدا مع انها صعبه جدا، بس راجل عنده خبرات عاليه والراجل مهاجم من طراز فريد جدا جدا. فسواريز وميسي بيعرفوا ان هم يعملوا ثنائيه مرعبه هجوميا، وخصوصا لما بيكونوا في حالتهم. اما انطوان جريزمان فالنهارده انطوان جريزمان لقطه الهدف ما لقيت، بص والله ما لقيت له لقطات تانية غير لقطه الهدف، هو كان كويس فيه. بس لو انت تحسب ان الهدف اللي هو جابه ويبقى ده مخليه واحد من جون المباراه، فبراحتك يا معلم مش هنخسر، احنا كسبانين النهارده، وكل واحد فينا يقول اللي هو عايزه ويعمل الفرح اللي هو عايزه. بس برضو عايز اقول لك ان الماتش الممتع بالنسبه لنا حتى لو الدوري ضاع، ان احنا ننزل اسبانيول درجه تانية. الله تكون زي الفل، دي الحاجه الوحيده اللي احنا ممكن نكون كسبانينها في الموسم المنيل ده، ان احنا نزلنا الغريم التقليدي في المدينه للدرجه الثانيه، ونقول له صباح الفل كمل مع نفسك. اما الليجا ده فربك كريم، والله ربك كريم وبيرزق، ورزق كيجي 60 بقى مدرب، مدرب برشلونه، وسرابيا بقى مدرب مساعد، وربك بيرزق والله صديقي، وان شاء الله ربك هيرزق برده. ممكن تعمل لايك مش تخسر اي حاجه. ماتش النهارده كان ماتش زي ما قلت لك، ميسي كان في حالته خلاص الدنيا بالنسبه لنا مظبوطه، ميسي مش في حالته هنزعل كلنا.